على الأرض اللبنانية. قبل ما تخلص الحلقة بدي ان هي هيك بنقاش قصير، بس انه عم تقول حضرتك انه الهدف انه تشكيل كتلة نيابية، ودائما انتم يعني خطابكم اساسي باتجاه تيار وطني حر على انه هو جزء من المنظومة وانه هو حليف حزب الله ويغطي حزب الله وما الى هنالك. في حال انتم نجحتوا في تكوين هذه الكتلة، شو بتعملوا؟ كيف بتواجهوا حزب الله؟ هذا السؤال الأخير، يعني كيف تستطيعون؟ شو هي قدرتكم؟ قدي بتقدروا تواجهوا حزب الله؟ لكن إذا ما إيمنا أنه بلبنان صار تغيير بلش حقيقة تراكميا وبعده مكفى، كل هاي معركة الانتخابات بلا طعمة. يعني إذا بدنا نعتقد أنه هيدا المجلس رح يجيب ذات الشيء مثل السابق بفارق صغير، وأنه حتى لو ربحتوا الأغلبية مثل ما صار عام 2019 وما قدرتوا تعملوا شيء 2009 وما قدرتوا تعملوا شيء لأنه بوقتها كان في سين والسين ما خلت ينعمل شيء، وانطرنا مسيو باسيل حتى فات على الحكومة بالرغم من أنه خسر انتخاباته، وطرينا جبنا الوزير الملك إذا بتتذكري وعملنا ثلث الضامن، وتعطلت الديمقراطية بوقتها باسم التوافقية، هالوحش المسخ اللي ضرب الديمقراطية بلبنان. اليوم نحن ما عم نجي منقول هيك، نحن عم نعترف أنه بالبلد هناك هزة وهناك تغيير كتير كبير. نحن بده يكون عنا الوزن الكافي حتى نقعد على طاولة حوار بقلب مجلس النواب فيما بعد وبرعاية دولية، وهذا ما يقوله غبطة البطريرك الراعي، مش عم نحكيه عن عبث. لأنه ساعتها بدنا نيجي نقول هالمرة ما في سين هالمرة ما في هذا الموضوع ما تحكوا فيه، هاي المعادلة الثلاثية ما تحكوا فيها، هاي استراتيجية نيموها. يعني اليوم عم تقولوا من بعد أنه هذه الانتخابات النيابية ستكون آخر محطة انتخابية قبل ذهاب اللبنانيين جميعا إلى طاولة مستديرة برعاية دولية ليناقشوا لبنان الجديد. لبنان لبنان الجديد، خلينا نسمع شو هو لبنان الجديد. نحن بحاجة إلى لبنان الجديد. أنا حابب أعمل حلقة معي إدارية موسعة. أنا حابب أحكي أنا وياك بلبنان الجديد. أول شيء لبنان الجديد هو إنسان جديد، مواطن جديد، لأنه اليوم بلبنان ضربت هذه العلاقة بين المواطن ودولته، بين المواطن ووطنه، ضربت العلاقة، ما في مواطنين بقى بلبنان. بدك تخلقي إنسان جديد. نحن الإنسان الجديد ميثاق اجتماعي، الميثاق الاجتماعي بكل تواضع أنا حطيته وقت كنت وزير للشؤون الاجتماعية عام 2010 مع كل أطياف المجتمع المدني، إجوا شاركوا وأطلقناها باليونسكو، 1200 شخص كان فيها قبل ما حدا كان بعده عم يحكي. شو الميثاق الاجتماعي؟ الميثاق الاجتماعي الجديد بيربط حقيقة الأساسيات اللي نحن بلبنان لازم نتفق عليها، مش بالسياسة، بأصول الانتماء تبعنا لهذا البلد. بدأ حلقة، يعني حرام نحسن نسرقها هيك. ولكن بعدين بدنا ننطلق من الميثاق إلى العقد. العقد يعني هو هالعقد الشراكي بلبنان بين المواطنين والدولة. عقد الشراكة ما بحكي بس بين إسلام ومسيحيين، أنا برفض أقول فقط هيدا هون الموضوع. العقد الشراكة بين كل المواطنين اللبنانيين. طيب هذا العقد، وهذا العقد، هذا العقد. نعم. بس لازم نقعد فيه نقول أي لبنان نريد. أي لبنان نريد. اليوم طرح رئيس الجمهورية مؤخرا بكرمته شيء كثير أساسي، عنوان أساسي جدا، اللي هو اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة. والقوات اللبنانية تعتبر أنه هذا مشروع بالأساس. الكتائب سابقا كمان شاركت باللجنة اللي كانت عم تناقش اللامركزية. ناقشوا بردون، خلينا للمواطن تيعرف المشروع الذي يناقش باللجنة اللي بيترأسها مسيو جورج عدوان، أوكي، هو المشروع اللي قدمته حزب الكتائب واللي وضعه الوزير بارود والوزير مروان شربل. صح. اوكي، واللي ما عاد تقدم نحن اخذنا على عاتقنا، على العلم عندنا ملاحظات عليه، بس لحتى ما يكون ده يتسجل تسجل. واتفقوا بمجلس النواب لحديت هلا على 90% منه، ولكن منيمينه. بدك تسالي السر عند جورج عدوان ونبيه بري، اسالي ليش منيمينه هيدا القانون وما طلع. وهيدي احد الاسباب اللي خلتنا نيأس من هيدا المجلس، لانه كل شيء له معنى مش عم بيعمله. بدنا نرجع على مجلس النواب، نعمل من مجلس النواب المؤسسه اللي بتعمل شيء له معنى، مش بس قوانين وترتيبات. طيب بالنتيجه أوكي. ما بتصيب بقلب البنية اللي بدنا إياها للبنان. طيب. لازم نعملها هذا الحوار. أوكي. كلنا سوا. هذا الحوار اللي عم تقول حضرتك أنه هدفكم أنه بعد هذه الانتخابات النيابية لو نجحتوا بتشكيل كتلة نيابية ونتيجة هذه الانتخابات القوى السياسية بدها تروح تقعد على الطاولة،
هل مستقبل يعني شو اليوم في كلام عن انه المسيحيين يجمعون على اللامركزيه الاداريه الموسعه على اعتبارها مش بس المسيحيين؟ لا في مشكل بهذا. لا لا ما في مشكل ابدا. نحن عم نحكي مع اذا بدك بقول لك وانا عم بحكي كلام مسؤول عنه اكثر من 80% من اللبنانيين بدهم لامركزيه. رح بقول لك اكثر من هيك، عم نحكي مع قوى فاعله كثير كبيره بالطوائف المختلفه. مين يعني؟ مش يعني كتار. لا كتار ايه بس انه اوكي المسيحيين شو بدي لانه بدهم يحكوا بيعبروا عن عندنا مثلا تيار المستقبل، عندنا من ضمن اتفاق الطائف يعني من ضمن اتفاق الطائف بتتفاجئي قديش في ناس بقى بدها تروح للا مركزيه الموسعه لحدود الفيدراليه. بتتفاجئي بالنزعه صارت بلبنان انه ما بقى طايقين نعيش مع حزب مسلح عم ينتهك إرادة كل اللبنانيين، بده ينتهك إرادة شقفة من لبنان يصطفل هو إياها. بالرغم اللي أنا ما بتبنى هذا الطرح. أنا مني مستعد أتخلى ولا على سنتيمتر مربع واحد من لبنان لحتى حدا يحكمه من خارج منطق القانون والدولة، ولكن عم بقلك على النزعة اللي عم تصير بلبنان اليوم، نزعة تقسيمية اللي دار بالبلد. ما نتفاجأ نحن بالصالونات السياسية من كلام بيلفظوا هذا أو ذاك، لا، ما عاد في شيء اسمه تابو. راحت الناس على كل الموانع والمحرمات. في ناس بتحكيك اليوم بالتقسيم، في ناس بتقلك ما بقى بدنا هيدا البلد يكون موحد اذا بده يروح بهيدي الهويه اللي عم يصنعوا له اياها هودي الناس اللي اليوم عم يصدروا لنا اراده الشعب اللبناني، بيقولوا انهم هن اسياد هيدا البلد. باي حق بيطلعوا بيحكوا انهم هن اسياد هيدا البلد؟ نحن بنرفض هيدا المنطقة الهيمنة على لبنان. نحن رح نقعد على الطاولة فيما بعد، رح نحكي باللامركزية. نحن بدنا نحكي بالحياد، نحكي باللامركزية ونعطيها ونحملها للمركزية قد ما فينا نحملها. بدنا نحكي بالحياد لأنه لبنان لازم بقى نخلص من هالموضوع. بدنا نحكي باستراتيجية حماية لبنان وتأمين لبنان، استراتيجية دفاعية بيعملها الجيش اللبناني، مش نحن جماعة كل واحد بيخترع من عقله استراتيجية دفاعية. خلي الجيش يعمل كيف بده يدافع عن الوطن. بعدين بدنا نروح لتعزيز خلق فرص العمل، بيئة حاضنة للاستثمار، إعادة الودائع للناس وعدم تحميلها للمودعين. خطة طويلة الأمد لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وأغلبها لبنانية تجي على لبنان وتخلق فرص عمل بقلب بيوتنا بلبنان. انا ماني مضطر اليوم، انت ما بتتفاجئي بتشوفي العجقه على الطرقات والمطاعم متلانه من وين؟ لانه اليوم في شباب لبناني عم بيشتغل على الكمبيوتر لبرا وعم بيجيب مصاري فريش دولار بعده على البلد. في تقريبا 1,000,000 لبناني عايشين بهيدي الطريقه. نحن قادرين نخلي 4.5 مليون لبناني يعيشوا بهيدي الطريقة. بس شو اللي ناقصهم؟ ناقصهم ثقة بوجود حزب الله وسلاحه، لا ثقة بهيدا البلد. شكرا لك نائب رئيس حزب الكتائب دكتور سليم صايغ على هذه الحلقة. أهلا وسهلا فيك. شكرا مشاهدينا، خلص وقتنا. شكرا مشاهدينا للمتابعة وإلى اللقاء.